في موضوع الزروقي، هل يرى المدربون أشياء لا نراها في زروقي؟ هل هناك أدوار خافية يقوم بها زروقي لا تظهر للعلن؟ لماذا يتعرض زروقي في الكثير من المرات للانتقادات ولكنه دائما يعود أساسيا؟ يعني ماذا الإصرار على زروقي؟ هذا لغز محمد. يعني كنت زروقي اللي مش عنده من مقابلة في المنتخب الوطني أكثر من 30 مقابلة أكثر. أنا هذا البوست هذا لعبت فيه ونعرف. من يفك هذا اللغز؟ المدرب والمحللين. أنتم أنا نعطيك أسم واحد لعاب اللي يقدر يلعب في هذا المكان هذايا وتدير فيه ثقة وعنده الفوليم دو جو تاعو أكثر من زروقي وعنده الذكاء وعنده كل شيء، ولكن استدعوها مرة شفناه دار مقابلة قوية ومن بعد هذيك ما زالش عاودوا له، اللي هو قادري اللي يلعب في الدوري البلجيكي. هذا لاعب من طراز عالي في وسط الميدان استرجاعي. ما هو وسط الميدان استرجاعي محمد؟ يسترجع الكرة بدون ما يرتكب أخطاء على الخصم ويعرف كيفاش يتحول إلى أول مهاجم تاع المنتخب الوطني. هذا غير موجود. يعني كل المدربين مخطئين في زروقي؟ مخطئين. نورمال محمد، مخطئين عادي جدا. أنا لست أدري لماذا دائما زروقي يوجد كأساسي. نعم فارس، نظن بأنه عندي رأي مخالف أنا فيما يخص زروقي. وليس اللاعب سيء، هو ربما لاعب تلقى تكوين في هولندا. كرة القدم الهولندية تختلف تماما على كرة القدم الإفريقية، ربما أقول ربما في التدريبات. يعني شاهدوا أمور في اللعب، وليس لاعب سيء، يعني يتمركز جيدا في وسط الميدان، يقوم بدوره يعني في وسط الميدان بتمريرات يعني صحيح، في الكثير من الأحيان يعود للوراء كثيرا. نظن بأنه طريقة تكوين اللاعب ما تليقش مع كرة القدم الإفريقية، خاصة وأنه في التدريبات هي أمور مغايرة، يعني في التدريبات عكس المباريات. هذا يبقى رايي. بصح فارس، شوف ما سيديتك وانت، حنا تانا هذه ديناها شويه قالب، هذه تاع الله غالب عليه خريج المدرسه الهولنديه. كاين بزاف لاعبين خريجوا المدرسه الهولنديه. سيدورف ماشي خريج المدرسه الهولنديه، خريج المدرسه الهولنديه بصح يحرط التير اخويا دفاعا هجوما. ديفيدز ما يلعبش في افريقيا. اسمعني، ديفيدز منين خرج؟ ما بتجيبوا الافريقيه يلعب لك بنفس الطريقه، يهاجم ويدافع. تا لاعب ماشي نفس المباراه. راني معاك، تا لاعب ما تقدم لي حتى اضافه على مستوى الهجوم، ما تعطيني حتى تمريره كاسره للخطوط، ما تعطيها ليش، ما تعطينيش تمريره للامام، وفي الدفاع كيف ما تقدم لي حتى اضافه من الناحيه الدفاعيه. انا قلت لك بك المدربين، انا رايي صحيح، انا لانه حان الوقت تغيير يعني. إيه؟ التجريب مثلا كيف يحال على الدكه اخي العزيز، يحال على الدكه. انا متفق. هل تتفق معايا في يقول كره القدم الحديثه ولا كره القدم من زمان تلعب في الطول ماشي في العرض؟ اتفق معك. لا كاين مرات تلعب في العرض. نعطيك مثال، انا الكثير من نعطيك مثال شيخ، تلعب في العرض بصح كيفاش تلعب في العرض؟ تلعب في العرض بذكاء وبرغبه من المدرب، بتخطيط من المدرب. نعطيك مثال، في ريال مدريد العام اللي فات كي كان كاين طوني كروس، كيفاش يلعبوا ريال مدريد؟ يكوليسي وكاع يروحوا للجهه اليمين، يدوا اللعب كاع لجهه اليمين، يدوا. نعطيك لقطه كونتر اشبيليا، روح عاود تشوفها، داو اللعب كاع لجهه اليمين، بعد فالفيردي ولا طوني كروس كرة طويلة، عاودوا ردوا الكرة لرودريغو وحده خرج في وضعية سانحة، سدد الداخل يا لامين. اسمعني، تقدر تلعب انت الكرات الطولية ولا الكرات العرضية عادي، بصح كي تكون بتخطيط اسمه احنا رانا نديروا شي هذاك، باسكو حنا طلب منا المدرب يديروا هذا. بارك الله فيك، ماشي ملي تبداو نتايا نتايا شيخ، اسمح لي مع احترامي زروقي يبقى لاعب تاع منتخب وطني الجزائري وله منا كل الاحترام، وكاين واحد مبارتين ولا ثلاثات والله غير مد اداء في اعلى مستوى، بصح المشكل فيه انه ما يواصلش، دائما يمد لك اداء سيء ومن بعد خطره على غره يمد لك مباراه مليحه ومن بعد يعاود يولي الاداء السيء تاعو. انت يا شيخ لو كان تروح تونطريني شويه برك، تقدر دير الدور اللي داروا البارح زروقي مع منتخب غينيا الاستوائيه، مع احترامي للاعب. نعم والله عطونا تقدر دير. عطونا الان اسوأ ثلث لاعبين في هذه المباراه، تفضل فارس. مباراه امس. نعم، ثلث اسوأ لاعبين، ظن عيسى ماندي كان سيء على الجهه اليمنى رغم انه هو يعني منصب تاعه، ايضا لاعب سيء بغداد بونجاح لم يكن في يوم امس، و لاعب ثالث ظن انه لاعب ثالث، دوك نقول لك لاعب ثالث فكر شويه. شوف واحد اثنين ثلاثه، امين. بونجاح كان ظل لنفسه، وماشي هذه هي المره الاولى في اخر مباراه للاسف، رغم اني والله نحبه بزاف بغداد بنجاح. نعم. لانه لاعب مقاتل، الله غالب راه يسيب صح، هذاك واش راه يقدر، وايضا تقدم في السن، ما بقاش بغداد بنجاح. نعم. تاع 2019 هذا امر مفهوم.
زروقي ثانيا ماندي وحتى بن ناصر للاسف بن ناصر صح كان يبذل المجهودات صح ما كانش بن ناصر اللي موالف نشوفوه مع المنتخب الوطني الجزائري كان بعيد جدا عن المستوى قاسي انا اقول وسط الميدان بن ناصر وزروقي وبغداد بنجاح كانوا شنو المستوى بن ناصر الزروق بن ناصر لماذا ما عرفش واش كان يلعب محمد لما واحد الوقت قلت انا بن ناصر يعني لعب فوضوي مزلزل اكد بلي يقول لعب فوضوي يعني ما عنده راه المكان ديالو هل كيف هو فوضوي كيف فوضوي قاسي ساعه هاتسبوا على الجهه اليمنى على الجهه اليسرى يعني عندك مركز ديالك لماذا لا تقول لاعب مجتهد يتحرك في كل اتجاهات لا 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 كاين نظام في كره القدم محمد فريق عنده نظام ولا كانت انت اذا احس بن ناصر بان زميله في خط الوسط لا يقوم بدوره كما يجب او كان عليه ان ينتقل الى تلك الجهه من اجل تغطيه مساحه معينه لماذا نصفه بالفوضى ولماذا لا نقول بانه لاعب مجتهد يقوم بعده ادوار ويحاول احيانا ان يغطي على اخطاء زملائه مما يجعلنا نراه يتحرك في كل الاتجاهات لا يكون يعني يكتفي بالعمل ديالو راح نشوفه بن ناصر احسن ولكن اذا بديت تحوس يعني تقول نسلك هذا وندير هذا وندير من عندنا راح تخلط لك على الامور تخلط لك على الامور كل واحد والعمل ديالو كون يدير بن ناصر يعني يكتفي بالعمل ديالو راح يكون اخطر ومفيد للمنتخب الوطني شوف انا نولي نكرر شوف بخصوص بن ناصر وثاني بونجاح باش ما نظلموش بونجاح بونجاح لما توفر له خط وسط مليح اللي يدير تنشيط هجومي في اعلى مستوى وخط وسط اللي فيه عنصر الابداع ماشي زروقي وبن ناصر اللي هما دفاعيين اكثر ما عندهمش ميول هجوميه ومن بعد نطالب بنجاح باش يظهر في مستوى كبير هذه الحاجه الاولى ونفس الشيء لبن ناصر حتى لما تحط زروقي مع بن ناصر بن ناصر مسكين راح تختلط عليه الامور يلقى روحه يدير واحد الادوار اللي ماشي تاوعه تاع زروقي اللي ماهوش يقوم بهم ماهوش يديرهم ايه حتى لما تلعب بن ناصر هنا وزروقي يتقدم شويه للامام بعد تشوف باللي ما تقدمش كاع للامام ما مد حتى اضافه هجوميه زروق بن ناصر راح يشوف لا يولي يطلع يقول لك لازم ندير شويه تفوق عددي نمد شويه اضافه في الهجوم راح يخلي البوست تاعو بعدها كيخلي البوست تاعو التغطيه من عند زروقي صفر ما كاش دفاعيا في مباراه انا نقولوا دائما مباراه الامس لانه كاين مباريات قدم مباريات في اعلى مستوى بصح بالاجمال زروقي مازال ما عطاناش ساتيسفاكسيون مازال ما عطاناش اداء مرجعي نحكموا عليه زروقي على العموم مع المنتخب الوطني الجزائري كي تجي تقيم المسيره تاعو تحت المتوسط ما مدلنا حتى إضافة في المنتخب الوطني الجزائري مع احترامي يعني نهضروا دائما نعم. على اللاعب ماناش نهضروا على اللاعب نهضروا على اللاعب على واش مدلنا نعم. كلاعب في صفوف المنتخب الوطني الجزائري فيما يخص زروقي نظن أن زروقي في بعض الأحيان فيه لاعبين أدوارهم ما يبانوش لأنه أنا فاش يعني هذا اللاعب نحبه هو لاعب يتمركز بطريقة جيدة فوق أرضية الميدان ويمد الحلول يعني قريب دائما في وسط الميدان تلقاه قريب من اللاعب اللي تكون عنده الكرة وسي ان بون ريليور هذا يبقى رايي ليس لاعب سيء هذا لاعب وسط ميدان وهمي لا ماشي وهمي لا. وهمي لاعب وسط ميدان يعرف يتمركز البعض ينتقده امين ربما لانه لاعب ناعم ليس لا يمتلك تلك الخشونه وتلك التدخلات امام الافارقه البعض يحبوا هاد اللاعبين يحبوا لاعبين هذوما القوه الناعمه فهو نعطيك مثال محمد ديونغ صح عطاك سؤال مليح قال لك كيف كل مدرب ما يوم يتلاقى به في التدريبات يشوفه في التدريبات ما يقدرش يكون لاعب سيء انا راني بصح انا نكذب عيني ونامن المدربين ايه اذا هو اللي قريب اكثر مني اسمعني ايه قريب اكثر مني بصح انا نامن عيني فارس والله ما نامنك حتى انا نامن عيني انا ما تقدرش تقنعني دوكا باللي اللغز يبقى لغز عليك انت انا والله ما لغز بالنسبه ليا انا نقول لك باللي راهم على خطا كي بالماضي كي بيتكوفيتش ما يستاهلش يلعب اساسي ما نكد انا والله ما نكذب عيني فارس ويلعب في نادي جيد ايضا اخي العزيز انا تجي تقول لي فرانكي ديونغ اسمعني فرانكي ديونغ لاعب مستوى عالي انا والله ما نكذب عيني خويا العز والله العظيم ما هو لاعب مستوى عالي غير لاعب وسط ميدان من المستوى الثاني ولا الثالث في العالم انا شفته يلعب اخي العز تقريبا كل مباراه تاع فرانكي ديونغ انا ما تغرنيش هذيك الضجه الاعلاميه اللي دارتها الصحافه الكاتالونيه كي كان جاي لبرشلونه وما تغرنيش انا كي هولندي وشعره صفر وزعما خريج المدرسه الهولنديه انا خويا ما تقوليش مدرسه هولنديه انا عطيلي الاداء انا ان شاء الله خويا خرجت من هاو سليماني خويا العزيز خرج مدرسه الجزائريه خرج من ادنى المستويات هنا في الجزائر النتيجه اسمعني في الالف معليش بصح الكره الهولنديه تخرج لك بصح ما نكذبش عيني يا فارس اي ان شاء الله تكون خرجت من ريال مدريد خويا العزيز ما راكش تقدم الاداء المطلوب في المنتخب بصراحه يعني زروقي لم نجد شيئا
فيه يجعل المدربين يتمسكون بهذه الطريقة. لذلك طرحنا سؤال: ما الذي يراه المدربون في زروقي ولا يراه الجمهور؟ هل يقوم بأدوار خفية؟ هل لم نجد خليفة له؟ نعم خفية. هذا سؤال يبقى مطروح، ربما ستجيبنا عنه الأيام أو سيجيبنا عنه بيتكوفيتش. يمكن توجيه سؤال لبيتكوفيتش خلال الندوات الصحفية، لماذا الإصرار على زروقي في حين يوجد لاعبين آخرين بإمكانهم شغل هذا المنصب؟ نعم نريد إجابة بيتكوفيتش.